سبحانه وتعالى وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد عاش سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، عاش أعظم أيامه وأجملها في رحاب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي كان يحبه حبا عظيما. وبعد أن حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وعاد إلى المدينة، أمر بإغلاق كل الأبواب التي تفتح على المسجد إلا باب أبي بكر، وذلك ليعرف الناس قدره ومنزلته. وأمر صلى الله عليه وسلم، كما هو ذلك معلوم في سيرته، أمر بتجهيز جيش لإنفاذه إلى أرض الروم بقيادة سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه، الحب ابن الحب. فخرج هذا الجيش الذي عقد لواءه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعسكر في ضواحي المدينة بمكان يقال له الجرف. وفي تلك الأثناء مرض النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به المرض حتى لم يخرج ليصلي بالناس، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام إلا لأنه يعلم مكانة أبي بكر رضي الله عنه، يعلم عمق إيمانه ومدى صدقه وتصديقه ومدى حب الناس له، وكذلك ليلفت انتباه الناس إلى أنه هو الخليفة من بعده. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل بكاء لا يستطيع أن يصلي بالناس، يعني شديد البكاء، لأنه كان رقيق القلب يبكي كثيرا من خشية الله. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ليؤكده، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان أول من صلى بالمسلمين في حياته عليه الصلاة والسلام هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. ومرض النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، اشتد به المرض وفاضت روحه عليه الصلاة والسلام إلى بارئها. ولما مات مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيب المسلمون بهذا المصاب الجلل العظيم وهذه الصدمة الجليلة، كان لسيدنا أبي بكر الأثر العظيم في تهدئة المسلمين من وقع الصدمة، من وقع مصيبة موت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج على الناس لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأكب عليه وقبله،
وقال له: يا رسول الله، إن الله لن يكتب لك أو عليك موتتين، أما الموتة الذي كتبت عليك فقد متها أو فقد ذقتها. وخرج رضي الله عنه للناس، ووجد سيدنا عمر رضي الله عنه يقول من وقع الصدمة: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه بسيف هذا. فقال له سيدنا أبو بكر: على رسلك يا عمر. فلم ينصت له عمر، فنادى سيدنا أبو بكر في الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام أجمع الصحابة على مبايعة سيدنا أبي بكر بالخلافة، وصعد سيدنا عمر المنبر وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: فإن يك محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، فقد جعل الله بين أظهركم نورا تهتدون به، فاعتصموا به تهتدوا، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين إذ هما في الغار، فإنه أولى المسلمين بأموركم، فقوموا فبايعوه. فبايعه الناس، وصعد أبو بكر رضي الله عنه المنبر ليضع للناس أساس حكمه القائم على العدل والمساواة والسير على نهج مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن حمد الله وأثنى عليه خطب خطبة طويلة قال فيها: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتم في استقامة فأعينوني، وإن رأيتم في اعوجاجا فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، إلى آخر ما قال. وما إن انتهى الصحابة رضي الله عنهم من دفن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبايعة سيدنا أبي بكر، حتى قام الصديق، وكان هذا من أول أعماله بعد أن بويع بالخلافة، قام الصديق بإنفاذ جيش سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهذا تنفيذا لوصية مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في هذا الوقت بعد أن انتقل مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كان في هذا الوقت قبائل كثيرة من العرب قد ارتدت، وظهر فيها من يدعي النبوة، وهم كثير ظهروا. فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم لما وصلتهم هذه الأخبار، أخبار ارتداد كثير من قبائل العرب، ومنهم من ادعى النبوة، ومنهم من منع الزكاة، لما وصلت هذه الأخبار اقترح بعض الصحابة على سيدنا أبي بكر أن يعيد جيش أسامة إلى المدينة، ولكن سيدنا أبا بكر رفض هذا رفضا شديدا وقاطعا، وقال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالذي نفسي بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعت أسامة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فوقف سيدنا أبو بكر موقفا صلبا شديدا في هذه الحال، وذلك ليؤكد للمسلمين أنه سائر على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضى الجيش، وخرج سيدنا أبو بكر بنفسه ليودع الجيش، وحقق ذلك الجيش، أي جيش سيدنا أسامة رضي الله عنه، وكان فيه من كبار الصحابة من فيه، حقق ذلك الجيش انتصارات عظيمة على الروم، فامتلأت قلوبهم رعبا. وكان لانتصار
جيش أسامة رضي الله عنه على الروم وما خلفه فيهم من هزائم وانتكاسات، كان بذلك الأثر الكبير في ردع المرتدين الذين ارتدوا من قبائل العرب ومانع الزكاة. وهنا يظهر بعد النظر ودقة هذا البعد لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه. وقرر كذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أن يحارب مانعي الزكاة، وقد ظهرت هذه الفتنة أو هذا الخروج ظهر في عهد خلافته رضي الله عنه. قرر أن يحاربهم وأن يقاتلهم لأنهم منعوا ركنا من أركان هذا الدين. فأشار إليه أو أشار عليه سيدنا عمر أن لا يقاتلهم، فقال: يا خليفة رسول الله، على ما تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فرد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قائلا: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ ثم قال قولته المأثورة عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم على ذلك، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فوقف سيدنا أبو بكر موقفا صلبا ثابتا لا شك فيه ولا زعزعة فيه. فاقتنع الصحابة في الأخير برأي سيدنا أبي بكر، ونصر الله سيدنا أبا بكر رضي الله عنه على المرتدين ومانعي الزكاة. وفي أثناء حروب الردة والصحابة يقاتلون المرتدين ومانعي الزكاة، استشهد عدد كبير من الصحابة ممن كانوا يحفظون القرآن الكريم. فرأى يعني استشهد عدد كثير من حفظة القرآن، وخصوصا في معركة اليمامة، حيث ورد أنه استشهد نحو من 70 من الصحابة ممن كانوا يحفظون القرآن الكريم. فرأى المسلمون وعلى رأسهم سيدنا عمر رضي الله عنه أنه لا بد من جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، فأشار سيدنا أبو بكر بهذه الفكرة، أشار سيدنا عمر رضي الله عنه بهذه الفكرة على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن في آخر الأمر اقتنع سيدنا أبو بكر بالفكرة، فأرسل سيدنا أبو بكر إلى سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه أن تتبع القرآن فاجمعه. فقام سيدنا زيد بن ثابت بجمعه ونسخه، ثم أعطاه لسيدنا أبي بكر حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، فأخذ تلك النسخ سيدنا عمر حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، فكانت عند أمنا حفصة رضي الله عنها. وفي عهد خلافة سيدنا عثمان أخذ تلك النسخ من سيدتنا حفصة رضي الله عنها، فنسخه مرة أخرى ثم رده إلى أمنا حفصة رضي الله عن الجميع، حتى بقيت عندها إلى أن توفاها الله سبحانه وتعالى. ولما دنا أجل سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بالقضاء على فتنة المرتدين، وفي عهده كثرت الفتوحات
وساق الله على يديه الخير الكثير والنصر العظيم لهذه الأمة، فأحس حين ذاك أنه لا بد أن يستخلف رجلا من بعده ليقوم بمصالح المسلمين. ولا شك أن اختيار هذا الرجل قبل وفاة سيدنا أبي بكر يحسم كثيرا من الخلاف الذي يقع بين المسلمين في هذا الأمر. فاستشار سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كبار الصحابة، استشارهم في عمر بن الخطاب، اجتمع أمرهم على اختياره، وكتب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كتابا يستخلف فيه عمر رضي الله عنه. وهكذا دنا أجل سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، ومرض مرضه الذي مات فيه، وبعد حياة طويلة مليئة بالتضحية والعطاء والبذل والمحبة والإيثار، انتقل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إلى الرفيق الأعلى ليلتحق بحبيبه وصاحبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد. روت أمنا عائشة الصديقة بنت سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قالت: لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه قال: انظروا أي يوم هذا، وبعد حياة طويلة مليئة بالمحبة والتضحية والإيثار والفداء، التحق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالرفيق الأعلى، والتحق بحبيبه وصاحبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرض مرض الموت ومات من ذلك المرض. تروي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه لما مرض أبو بكر رضي الله عنه مرضه الذي مات فيه قال: انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة، فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي. قالت: فنظرنا فإذا عبد كان يحمل صبيانه وبعير يسقي له بستانه، فبعثنا بهما إلى عمر رضي الله عنه فبكى بكاء شديدا وقال: رحمك الله يا أبا بكر، لقد أتعبت من بعدك. ثم قال سيدنا أبو بكر وهو على فراش الموت: يا عائشة، إنه ليس أحد أحب إلي من أهلي منك، وإني قد كنت قد أعطيتك بستانا وفي نفسي منه شيئا، فرديه إلى الميراث. قالت: فرددته. ولما كان يوم الاثنين 22 من شهر جمادى الآخرة سنة 13 للهجرة، وسيدنا أبو بكر مريض على فراش الموت، قال: أي يوم هذا؟ قالوا: الاثنين. قال: فإن أنا مت من ليلتي فلا تنتظروا بي الغد، فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال سيدنا أبو بكر كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند عن أمنا عائشة. وتوفي رضي الله عنه وهو ابن 63 سنة، وغسلته زوجته سيدتنا أسماء بنت عميس رضي الله عنها، ودفن جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجرة الشريفة، وصلى عليه خليفته سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعل رأسه عند كتف مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألصق
لحده لسيدنا أبي بكر بالقبر الشريف، قبر مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرضي الله عن خليفة مولانا رسول الله وأرضاه عنا وجمعنا به في الفردوس الأعلى، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي على نبينا محمد.